عليكم. سلام لكل متتبعي القناة أمينة كي شانيل. كيف كتشوفوا ان شاء الله معايا اليوم غادي نشارك معكم شباكية صراحة اللي كتجي هشيشة ومعلكة وكتجي زوينة، وصراحة ماشي غادي نشكر عليكم حين ديالتي، ولكن بزاف الناس كيدوقوها والله العظيم اللي كيقولوا لي بحال اول مرة غادي ندوقوا شباكية، يعني ما عمرهم كيقول لكم عمرنا كاينه بحالها. ونتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم باذن الله. هذاك الشيء اللي قلت نشاركها معكم. وشحال من بنت كنعرفها كتذوقها عندي كتقول لي باللي اول مره كتذوق الشباكيه وما كانتش كتبغيها، ولكن الحمد لله ديالتي كلاتها. كيف كتشوفوا اليوم ان شاء الله عندي هنايا كاس ديال اللوز مطحون ومغربل، عندي هنايا نص كاس ربع كاس قولوا ديال العنبه، انا هدرت في هذا الكاس صغير ديال الخل. هنايا عندي كاس ديال ما فيه الزعفران، راه كتشوف فيه الزعفران شعره، اللي ما عندوش الزعفران يقدر يدير الملون الغذائي. وهنا عندي كاس ديال الزيت، زيت نباتيه، اللي بغى يدير الزيت البلديه وزيت نباتيه خليط يعني نص نص يقدر يديرها. هنا عندي الزبده نوازيت كيف كتشوفوا، الزبده نوازيت كيف كتعرفوا هي اللي كنخليوها على نار مهيله حتى كتحيد من داك الحليب كامل اللي كيكون في الزبده ودوك السوائل اللي كتكون، حتى كتبقى لنا غير الزبده بوحدها. بالنسبه لهنايا عندي كاس صغير ديال المزهر ما يعادل نص كاس ديال العنبه، وهاد العبار ديال الكيسان هادو راه كلشي بكاس ديال العنبه، انا غير درت هكاك الكيسان على حسب العبار ديال العنبه وصافي. وهذا كيف قلت لكم نص كاس ديال العبار ديال العنبه. هاد المزهر انا عندي مجهد بزاف، لو كان خفيف غادي ندير كاس كامل، هذاك الشيء علاش درت كاس ديال الماء مع نص كاس. وهنا عندي كاس ديال زنجلان عامر كيف كتشوفوا حتى هو مطحون. وهنا عندي جوج معالق ديال القرفه وجوج معالق ديال النافع وحبه حلاوه مخلطين. عندي خماره بيضه كامله وعندي حتى الخميره ديال العجين. وبالنسبه لهذه الخماره هذه غادي ندير غير نص ديالها، علاش؟ لان ديجا عندي الخميره ديال العجين، هذاك الشيء اللي غادي ندير غير نص ديالها. نبداو على بركه الله. كيف كتشوفوا هنا انا هرست هذه البيضه هذه وكنخلط كل شيء، كنخلي الدقيق هو الاخر. الدقيق يكون على حسب المطلوب، على حسب اللي غادي يقدنا في هذا القوام هذا. بالنسبه للقوام انا كنخلط كل شيء، السوائل مع البيض مع كل شيء، ما كنبقاش كنتسنى. بالنسبه لهاد الخميره انا غادي نلوحها مع الزعفران وهاد الماء باش تطلق ليا فيهم. هاد الماء اللي كنستعمل هنا كنديرو دافي، ما كنديرش الماء بارد، كندير ميه دافيه باش كيطلق في هذاك الزعفران. صافي غنخلي داك الخميره تما تحلل مع داك الماء. كيف كتشوفوا هنا انا درت كل شيء، غادي نخلطهم. ربما ان هاد العجينه ديال الشباكيه اللي غادي نعجن تقدر تجيكم غريبه شويه، ولكن في الصراحه راه كتجي سهله وكتجي زوينه. الا جربتوها ان شاء الله ما عمركم غادي تندموا عليها، غادي تجيكم احسن من هذيك الشباكيه اللي كنبقاو كنبسبسوا الدقيق مع الزبده ومع هذا مع العطريه حتى كندخلوهم مزيان في العطريه، هكا كتجينا القوام. وهذاك الدقيق كيجي شارب هذا القوام هذا من الاول، بلا ما نبقاو شادين الوقت بها. هذه يعني من اسرع الشباكيات هي هذه. صافي دابا غادي نزيد هاد الزعفران وهاد الماء اللي عندي والخميره كيف كتشوفوا، غادي نخلطهم مزيان. وغادي نزيد عليهم الدقيق كيف قلت لكم، الدقيق كيبقى على حسب المطلوب، غادي نزيده عليهم ان شاء الله. وغادي ناخذ القياس اللي خاصني وغادي نزيد الخماره ونرجع معكم باذن الله. وهنايا كيف كتشوفوا كتكون هذه هي العجينه اللي حصلنا عليها، كتكون قاصحه ما خاصهاش تكون رطبه، يعني ملي كتوركوا عليها هكا كتبغوا تدلكوها كتلقاوها قاصحه ماشي رطبه، لان هي الا كانت قاصحه كتجيكم رطبه في الطياب، الا كانت رطبه كتجي قاصحه في الطياب ديالها. هذا علاش خاصها تكون قاصحه الشباكيه باش ان شاء الله ملي تطيب وتقليوها غتكون لكم رطبه. انا غادي نقطعها على هذا الشكل هذا، غادي نديرها كويرات صغار المهم غادي على حسب القياس اللي غادي نبرصهم فيها، وغادي نديرهم في بلاستيك غذائي وغادي نخليها ان شاء الله ترتاح شويه وعاد باش غادي نرجع نكملها معكم باذن الله. وكيف كتشوفوا هذه هي العجينه من بعد ما ارتاحت، هي كتكون مزيانه، هي دي كتكون تخفات شويه
صافي كنديروا عليها هكا الدقيق الابيض باش كنقرصوها. بالنسبه للتقراص ما غاديش نرققوها عاود بزاف، كتجي مزيانه كتجي بين وبين، كنخليوها ما كتجيش غليظه بزاف وما كتجيش رقيقه. صافي ان شاء الله غادي نقرصها وغادي نرجع معكم باش نوريكم ان شاء الله كيفاش غادي نشبكها. صافي كيف كتشوفوا من بعد ما سرحت العجينه كيكون هذا هو السمك ديالها اللي غادي نخدم به، كتجي ماشي رقيقه بزاف ماشي غليظه كيف كتشوفوا. كنحيد هاد الحواشي كاملين، صافي دابا غادي نقطع القياس ديالي اللي غادي يخصني باش نديرو ان شاء الله في الشباكيه. بالنسبه للتقطيعات كنقطع خمسه الوسط والسادسه كنقطع عليها كنكمل تقطيعه كامله، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه والسادسه كنوقف عليها. بالنسبه للتشبال كيف كتشوفوا انا غادي نشد واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه كيف كتشوفوا عندي هنا، يعني عندي سته ديال الشرائط هنايا، واحد كنشد هذا كنلصقو مع هذا من التحت وهذا حتى هو معاهم، وهاد الثلاثه اللي بقاو ليا لتحت حتى هما كنجمعهم مع بعضياتهم. كيف جمعت هادو الفوق غنجمع الاخرين من التحت، وغادي نجي هنايا غادي نشد هاد القنت مع هاد القنت هذا، غادي نضغط عليهم مزيان باش يلصقوا، وهذا اللي بقى في يديا غادي نقلبهم بجوج بهم على هاد الشكل هذا. صافي وغادي نقرصها هكا من الجناب. و الى عندكم شي زايد هكا في الزايد بزاف في الجنب تقطعوه باش تبقى غير القياس ديالها. هاد الشبيكه في الصراحه راه كتجي ساهله وكتجي ساهله بزاف صراحه ماشي غير شويه. ها هي كيف كتشوفوا هادو غادي نلصقوا مع بعضياتهم، وهادو غيتقلبوا بجوج بهم هكا صافي، وهادو كيتجمعوا من الجناب. نعاود معكم وحده اخرى، ها هي واحد جوج ثلاثه صافي. صافي كتجي هادي التشبيكه بصراحه كتجي زوينه راه ما كتجيش صعيبه. وبالنسبه انا غندير معكم واحد التشبيكه اخرى ان شاء الله باش غادي بالنسبه للبنات اللي ما كيعرفوش لهاد الشباك هذا وكيجيهم صعيب، غندير لكم واحده اخرى ان شاء الله غادي تجيكم سهله مزيان. حتى هي كندير فيها خمسه والسادسه كنقطع عليها. غادي نشدو هذا سته ديال الشرائط عندنا كيف كتشوفوا، جوج ربعة سته، غادي نلاقيهم بحال هكا مع بعضياتهم بحال غادي نطويوها. ها هي كيف كتشوفوا هي مطويه، كنجيبوا لهاد القنت هذا كنقلبوا صبعنا هنا كنشدوه هكا، نتمنى انه يكون كيبان لكم مزيان. كنديروا صبعنا من التحت وهاد الصبع هذا كنقلبوه به بحال غادي نلويوها، وملي كنلويوها كتجي لي التشبيكه ديالتها. كنقطعوا شويه هنا ماشي بزاف غير باش نثبتوا دوك الحواشي مع بعضياتهم، بحال غير كنضغطوا عليها باش ما تحلش هنا في الطياب. كيجي هذا هو الشكل ديالها الصراحه كتجي زوينه حتى هي في الديكور ديال هاد الشباكيه هذه. نعاود معكم ان شاء الله وحده اخرى، ندير معكم نيته هذه بحال بحال، ها هي سته طويناها بحال غيولوا عندنا غير جوج جوج. ندير صبعي هنا كيف قلت لكم، ندير هاد الصبع هنا ونقلب، كتجي ساهله في الصراحه بزاف هذه، وتا الديكور ديالها كيجي زوين. صافي كتجي لهاد الشكل كتجي كلها محلوله. صافي غادي نتبع ان شاء الله على الطريقه هذه، نكمل ان شاء الله ونرجع معكم. كتشوفوا كيف كتشوفوا من بعد ما كملت الكميه اللي عندي كامله، ولكن ما عنديش غير هاد الكميه بوحدها، انا غير حطيتكم باش تشوفوا الشكيلات بجوج. كملت الكميه ديالتي كامله وان شاء الله غادي نوريكم كيفاش غادي نقليو الشباكيه وكيفاش غادي. وهنا كيف كتشوفوا انا درت الزيت كتسخن،
باش غادي نقلي فيها الشباكيه. وهنا كيف كتشوفوها هو العسل عندي واجد، وجدته من قبل ان شاء الله، حتى هو غادي نشارك معكم في القناه باذن الله. انتما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش جا. العسل انا كنسخنه قبل، غادي نشعل عليه العافيه، يكون على نار مهيله، وغادي نخليه حتى يسخن، وعاد باش هذيك الساعه غادي ندير فيه الشباكيه، باش الشباكيه ما تهرش ليا. كيف كتشوفوا هنايا، من بعد ما سخن ليا الزيت مزيان، درت هذيك الشباكيه كطيب، والعسل ها هو ما بقاش كيف كان قبيله، ثقيل بزاف كيف كتشوفوا، ولا خفيف حين سخنته. كنسخنو على حسب باش كتاخذ ليا الشباكيه غير القياس اللي خاصها، ما كتاخذش اكثر من القياس ديالها. وبالنسبه للشباكيه انا غادي نستمر هكا، غادي نبقى نقلبها بشويه بشويه حتى غادي تحمر، وديك الساعه ان شاء الله غادي نرمي عليها شويه ديال الزنجلان باش كتجي زوينه به. وعاد ان شاء الله ديك الساعه غادي نعسلها، وغادي ندير لها زنجلان ان شاء الله، ومن بعد ما نكمل كل شيء ندوز معكم ان شاء الله للشكل النهائي بي. وهنا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل تاع الشباكيه من بعد ما تحمرات، ها هي محمره مزيان. صافي دابا غادي نديروها في العسل سخون. صافي غادي نخليوها شي شويه حتى تشرب داك العسل مزيان. بين ما قلينا القليه الاخرى، درنا الشباكيه الاخرى ان شاء الله في القليه الثانيه، وتقلات لينا صافي، ديك الساعه كنرجعوا باش كنحيدوا هاد الشباكيه ونحطوا الاخرى. وهذه هي الشباكيه الثانيه كيف كتشوفوا، هذيك اللي جات سهله في اللويا، شفتوا كيفاش كتولي ملي كتحل في الزيت، كيجي الديكور ديالها في الصالح الحمراوي كتجي زوينه. صافي تي ان شاء الله غادي نبقى نقلبها بشويه بشويه، وغادي نبقى نديرها في الزيت بحال هكا حتى طيب ليا كامله وتحمر بحال شكل الشباكيه اللي وريتكم. صافي ديك الساعه ان شاء الله وغادي نحيدها. كيف كتشوفوا معايا هنايا، هاد الشباكيه اللي درت طويله هذه، ملي كنساليها في الطياب كندير لها هكا، كندير لها زنجلان في الجناب بجوج وكنحطها. هذه ما كنرش على زنجلان، اولا اللي بغى يدير ليها اللوز هكا كونكاسي، ولا اللوز ايفيلي، ولا اللي بغيتو، كيجي هكا الشكل ديالها زوين. صافي كنكمل هكا. وهاد الاخرى هادي كنرش عليها زنجلان عادي كيف كنرشو على الشباكيه المغربيه كيف كتشوفوا هكا. صافي باش كيعطي فداك اللويان زوين. شوفوا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه اللي حضرت معاكم كيف كتشوفوا، كيجي الصراحه الشكل ديالها ذهبي وكتجي زوينه هاد الشكل. وهاد الشكل الثاني حتى هو الصراحه راه كيجي زوين، كيجي راقي في المنظر ديالو، حتى البنه صراحه كتجي بنينه. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وديروها كيف درتها، راه الصراحه الطريقه راه كتجي سهله بزاف بزاف الطريقه ديالتها. وكيف كنقول لكم ديما، اللي باقي ما اشترك في القناه مرحبا به، واللي مشترك كنشكره بزاف 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 على الكومونتات الزوينين. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله.